السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي طلاب وطالبات الصف الثالث للتعليم المستمر، طاب يومكم، أتمنى أن تكونوا بخير. حياكم الله من جديد في درس من دروس مقرر الدراسات الاجتماعية. بسم الله نبدأ. طبعا درسنا السابق الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ولدينا واجب. سؤال الواجب: متى تمكن الملك عبد العزيز من استرداد الرياض؟ متى تمكن الملك عبد العزيز من استرداد الرياض؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. تمكن الملك عبد العزيز من استرداد الرياض في الخامس من شهر شوال عام 1319 للهجرة. إجابة صحيحة. إذا تمكن الملك عبد العزيز من استرداد الرياض في الخامس من شهر شوال عام 1319 للهجرة. هيا بنا نراجع درسنا السابق. متى أصدر الملك عبد العزيز مرسوما ملكيا بتسمية الوطن باسم المملكة العربية السعودية؟ ممتاز، بارك الله فيكم. أصدر الملك عبد العزيز في عام 1351 للهجرة مرسوما ملكيا بتسمية الوطن باسم المملكة العربية السعودية. إجابة صحيحة. طبعا ما زلنا في الوحدة الرابعة، المملكة العربية السعودية، دروسها الدرس التاسع، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود. يلي الدرس العاشر، ملوك المملكة العربية السعودية. ثم الدرس الحادي عشر، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. في عام 1351 أصدر الملك عبد العزيز مرسوما ملكي بتسمية الوطن باسم المملكة العربية السعودية. وبعد وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله تولى أبنائه الحكم من بعده. إذا درسنا لهذا اليوم، أحسنتم، ملوك المملكة العربية السعودية. درسنا الدرس العاشر، ملوك المملكة العربية السعودية. محاور درسنا: جوانب من سيرة وإنجازات الملك سعود بن عبد العزيز. أيضا جوانب من سيرة وإنجازات الملك فيصل بن عبد العزيز. هدف درسنا: يتحدث الطالب والطالبة عن سيرة الملك سعود بن عبد العزيز، أن يعدد أبرز إنجازات الملك سعود بن عبد العزيز، أن يوضح جوانب من سيرة الملك فيصل بن عبد العزيز، أن يذكر بأبرز إنجازات الملك سعود بن عبد العزيز. بعد وفاة الملك المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله تولى أبنائه الحكم، فحملوا المسؤولية وواصلوا مسيرة العطاء والتقدم التي بدأها الملك مستنيرين بمنهج الشريعة الإسلامية وملتزمين بقيمها ومبادئها وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ورخاء مواطنيها. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تولى الحكم عام 1436 للهجرة. الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود تولى الحكم من عام 1426 حتى 1436 للهجرة. الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود تولى الحكم في المدة من عام 1402 حتى 1426. الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود تولى الحكم في المدة من عام 1395 حتى 1402. الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود تولى الحكم في المدة من عام 1384 حتى 1395. الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود تولى الحكم بعد وفاة والده من عام 1373 حتى 1384. درسنا اليوم يتناول ملوك المملكة العربية السعودية، الملك سعود بن عبد العزيز والملك فيصل بن عبد العزيز. الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، مولده ونشأته. أين ولد الملك سعود بن عبد العزيز طلابي وطالباتي؟
نعم، ولد الملك سعود في الكويت عام 1319 للهجرة. في ماذا يذكرنا هذا العام طلابي وطالباتي؟ أحسنتم، عندما استطاع وتمكن الملك عبد العزيز من استرداد الرياض في الخامس من شوال عام 1319. تربى في بيت والده وتعلم القراءة والكتابة وبعض من العلوم الشرعية على يد بعض من العلماء. إذا مولده ونشأته، ولد في الكويت عام 1319 للهجرة، تربى في بيت والده وتعلم القراءة والكتابة وبعض من العلوم الشرعية على يد بعض العلماء. متى ولد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود؟ أحسنتم، ولد في الكويت عام 1319 للهجرة. إذا ولد الملك سعود بن عبد العزيز في الكويت عام 1319 للهجرة. صف وصفي نشأة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود. نعم، تربى في بيت والده وتعلم القراءة والكتابة وبعض من العلوم الشرعية على يد بعض من العلماء. توليه الحكم، متى تولى الملك سعود بن عبد العزيز الحكم؟ ممتاز، بعد وفاة والده تولى الحكم بعد وفاة الملك عبد العزيز عام 1373 للهجرة. أبرز إنجازاته طلابي وطالباتي. ازدهرت المملكة العربية السعودية في عهد الملك سعود بن عبد العزيز وتطورت حتى أصبحت تضاهي أقطار العالم في التقدم. ومن أبرز إنجازاته تحويل مديرية المعارف إلى وزارة المعارف عام 1373، فزاد عدد المدارس والمعاهد والكليات. إذا من أبرز إنجازاته تحويل مديرية المعارف إلى وزارة المعارف عام 1373 للهجرة، فزاد عدد المدارس والمعاهد والكليات. إنشاء أول جامعة في المملكة العربية السعودية وهي جامعة الملك سعود في الرياض، وإنشاء الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. أيضا إنشاء عدد من الوزارات مثل وزارات الزراعة والتجارة والمواصلات والصحة. إنشاء عدد من الوزارات مثل وزارة الزراعة والتجارة والمواصلات والصحة. توسعت الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي. توسعت الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي. إذا عدد وعدد اثنين من أبرز إنجازات الملك سعود. إنشاء عدد من الوزارات مثل وزارات الزراعة والتجارة والمواصلات والصحة، توسعة الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي. الآن طلابي وطالباتي، ننتقل للكتاب المدرسي نشاط رقم 1 صفحة 58. نقرأ النشاط جيدا حتى نتمكن من الإجابة. ماذا يقول النشاط؟ تزامن مولد الملك سعود بن عبد العزيز مع حدث تاريخي وطني مهم، فما هو؟ أولاً، ولد الملك سعود في الكويت عام 1319 للهجرة. هذا التاريخ يذكرنا بماذا طلابي وطالباتي؟ أحسنتم، بارك الله فيكم. تزامن مولد الملك سعود بن عبد العزيز مع حدث تاريخي وطني مهم، وهو تاريخ استرداد الرياض على يد الملك عبد العزيز. إذن تمكن الملك عبد العزيز في الخامس من شهر شوال عام 1319 للهجرة من استرداد الرياض. في هذه السنة ولد الملك سعود بن عبد العزيز في الكويت عام 1319 للهجرة. إجابة صحيحة طلابي وطالباتي، ننتقل
إلى درسنا نغلق الكتاب المدرسي. انتهينا من جوانب من سيرة وإنجازات الملك سعود بن عبد العزيز، ننتقل لجوانب من سيرة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، مولده ونشأته. ولد الملك فيصل في الرياض عام 1324 للهجرة. تعلم على يد جده لأمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ القراءة والكتابة والعلوم الشرعية. إذا ولد الملك فيصل بن عبد العزيز في الرياض عام 1324 للهجرة. تعلم على يد جده لأمه عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ القراءة والكتابة والعلوم الشرعية. متى ولد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود؟ ممتاز طلابي وطالباتي، ولد الملك فيصل بن عبد العزيز في الرياض عام 1324 للهجرة. صف وصفي نشأة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. ممتاز. تعلم على يد جده لأمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ القراءة والكتابة والعلوم الشرعية. متى تولى الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود الحكم؟ تولى الحكم عام 1384 بعد تنازل أخيه الملك سعود بن عبد العزيز بسبب مرضه. أبرز إنجازات الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود طلابي وطالباتي، افتتح كثيرا من المدارس للبنين والبنات، وأنشأ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك عبد العزيز. تطور تطوير الزراعة وأنشأ مشروع الري والصرف في الأحساء ومشروع حرط للتنمية الحيوانية. إذن فتح الكثير من المدارس للبنين والبنات، وأنشأ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك عبد العزيز. تطوير الزراعة وإنشاء مشروع الري والصرف في الأحساء ومشروع حرض للتنمية الحيوانية. أيضا افتتاح ميناء جدة الإسلامي، كذلك افتتاح محطة التلفزيون بالرياض، إطلاق حركة التضامن الإسلامي لتقوية العالم الإسلامي. إذا أيضا من أبرز إنجازاته افتتاح ميناء جدة الإسلامي، افتتاح محطة التلفزيون بالرياض، إطلاق حركة التضامن الإسلامي لتقوية العالم الإسلامي. عددي ثلاثة من أبرز إنجازات الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله. افتتاح ميناء جدة الإسلامي أحسنتم، افتتاح محطة التلفزيون بالرياض، إطلاق حركة التضامن الإسلامي لتقوية العالم الإسلامي. ننتقل طلابي وطالباتي للكتاب المدرسي للإجابة على النشاط رقم 2 صفحة 59. نقرأ النشاط جيدا حتى نتمكن من الإجابة. يصف الطلبة أبرز الإنجازات في التعليم في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز. قام الملك فيصل بن عبد العزيز بزيادة عدد الكليات والجامعات وتطويرها، إيمانا منه بأن النهضة التعليمية لن تتحقق إلا بزيادة واستحداث كليات جديدة. وقد سار على خطى الملك سعود رحمه الله الذي لقب بأنه رائد التعليم الجامعي بالمملكة العربية السعودية، حيث شهد عهده افتتاح أكبر عدد من الجامعات. انتهينا طلابي وطالباتي من جوانب سيرة الملك سعود بن عبد العزيز والملك فيصل بن عبد العزيز. متى ولد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود؟ ممتاز. ولد الملك سعود بن عبد العزيز في الرياض عام 1319 للهجرة. صف وصفي نشأة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.
نعم، تربى في بيت والده وتعلم القراءة والكتابة وبعضا من العلوم الشرعية على يد بعض من العلماء. عدد عددي 2 من أبرز إنجازات الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله. أحسنتم، إنشاء عدد من الوزارات مثل وزارة الزراعة والتجارة والمواصلات والصحة، توسعة الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي. متى ولد الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله؟ أحسنتم، ولد الملك فيصل بن عبد العزيز في الرياض عام 1324 للهجرة. صف وصفي نشأة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. ممتاز، تعلم على يد جده لأمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ القراءة والكتابة والعلوم الشرعية. عدد وعددي 3 من أبرز إنجازات الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. ممتاز، افتتاح ميناء جدة الإسلامي، كذلك افتتاح محطة التلفزيون بالرياض، إضافة إلى إطلاق حركة التضامن الإسلامي لتقوية العالم الإسلامي. طلابي وطالباتي، بهذا القدر أصل وإياكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم الذي تناولنا فيه جوانب من سيرة وإنجازات الملك سعود بن عبد العزيز وجوانب من سيرة وإنجازات الملك فيصل بن عبد العزيز. لدينا واجب، أسئلة الواجب: متى ولد الملك سعود بن عبد العزيز؟ عدد وعددي 3 من أبرز إنجازات الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. تناولنا جوانب من سيرة وإنجازات الملك سعود، أيضا جوانب من سيرة وإنجازات الملك فيصل ابن عبد العزيز. طلابي وطالباتي، طلاب الصف الثالث، تعليم مستمر، شاكر لكم حسن استماعكم، أستودعكم الله إلى لقاء جديد بإذن الله.